اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. صدر اخيرا في موسكو تقريرا رسميا للصناعة الدفاعية الروسية، اكد فيها توصل مصر بطائرتي سوخوي 35، لكن في هذه النقطة تحديدا اي في نهاية 2020 توصلت مصر بطائرتين من سوخوي 35، لكن السؤال حول هل السوخوي 35 اي ام غيرها. هنا وفي حال عدم انجاز العقوبة فان مصر لديها السوخوي 35 عمليا، لذلك فهناك لعبة دقيقة جدا بين القاهرة وما بين موسكو، عندما سلمت موسكو للقاهرة طائرتين من السوخوي 35 لكنها ب او اي. اذا هذه هي اللعبة الاولى. اللعبة الثانية هي ان التعاقد جرى بملياري دولار على اساس 26 وحدة بملياري دولار كلها اس اي. اذا هذه النقطة الثانية. وبالنسبة لتأطير هذه العملية فإنها تتجاوز الأفق الذي يفكر فيه الأمريكي، لأن السوخوي يمكن أن يبقي المصري والروسي على السوخوي إي، وبذلك فهي بعيدة عن التعاقد الذي في الاس إي أو الذي هو موقع في 2018. إذن ما تسلمه المصري لا يطابق بأي حال الصفقة والعقد الناجز ما بين الطرفين، وبالتالي فما توصلت به مصر بعيد كل البعد تقنيا وقانونيا عما طلبته مصر. هذه زاوية. لكن السوخوي يعمل عليها الجميع، يتدرب عليها الجميع، وبالنسبة للسوخوي إيه؟ فالفارق الآن هو تمرير الصفقة بطريقة أو بأخرى. إذن هذه هي اللعبة أو هذه هي المناورة التي مع الأمريكي لم يستطع أن ينفذ القانون كاتسا، لأنها يجب أن تكون بتسلم مصر لما هو مطابق للتعاقد ل 2018، وهذا ما لم يحدث. والسوخوي 35 يمكن إعادتها لعدم مطابقتها للتحملات للشروط التقنية بالنسبة للصفقة. إذن هذه زاوية. الزاوية الثانية أن التفويج هو ما بين الفوج الأول في طائرتان كما ذكرنا، اثنتان من سوخوي 35 A وعشرة من سوخوي SE 35 SE، وهنا السرب سيكون مختلفا، وبالنسبة للعقوبات كيف ستكون وغير ذلك. هذا هو الذي يلاعب به بوتين والسيسي كاتسا على العموم. لا يقف الأمر عند هذا، فكل العقد في 26 بمليار دولار، وأهم في هذه العملية أن لا وجود لثمن مضبوط بالنسبة لكل وحدة. هناك صفقة شاملة تشمل أيضا بالنسبة للذخيرة وغير ذلك، والصواريخ موجهة لطرز أخرى. لذلك فهناك مناورة من ضمن الصفقة ومناورة في طراز السوخوي 35 وغير ذلك كثير. لذلك فهناك أكثر من نقطة في هذا بهذا الخصوص تجعل الأمور أكثر تعقيدا في ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية لكاتسا. في اليوم هناك دخول للإنتاج، هناك خطوط إنتاج لتوصل مصر بعشر طائرات من السوخوي 35 SE طبقا للصفقة تماما، وهذا سيكون في حدود هذه السنة تقريبا، نحن أمام نوفمبر، سيكون لدى المصري سرب من السوخوي 35 بالعشرة من الاس اي ومن الاثنتان من الاي فقط. لكن السرب في هذه الحالة غير مكون، لأن هناك فقط عشرة، وبالنسبة لما هو مطلوب هناك 26، يعني أن هناك واحدة 26 عندنا 24 كلها اس اي. ماذا فعل الروس؟ أن هنا 13 وهنا 3، يعني 26، يعني هنا 12 من الاس اي زائد
واحدة من الـ E، وهنا من الـ SA أيضا 12 سخوي 35 SA زائد واحدة من الـ E. ماذا فعل الروس؟ أرسلوا الاثنتان من الـ E أولا، وآنذاك سيأتي السرب كي لا يتمكن الأمريكي من وصول السخوي وتنفيذ العقوبة مباشرة. وفي هذه الحالة فإن عدم تمرير هذه العقوبة في 2020 لن يكون منطقيا أن يكون في 2021. لذلك فبالنسبة لوصول السخوي 35 إلى مصر حدثت في 2020، فمن المنطقي وهبة الدولة الأمريكية أن يكون القرار في نفس التوقيت. لكن هناك اللغم الذي ذكرنا والذي أكدنا عليه أن هذه فلتة قانونية بالأساس حول الإي لملاعبة الأمريكيين بالنسبة لكاتسا. وأيضا بالنسبة للتاريخ، ف 2020 توصلت رسميا مصر بالسخوي 35 ولم يحدث فيها أي عقوبة، فلماذا تأجلها إلى 2021؟ لذلك زاحم الروس أن يكون التسليم في آخر نهاية 2021 كي يكون على الأمريكي أن يقوم بالإجراء فورا. لكن بالنسبة لترامب وجد أمامه السخوي إي، سخوي 35 إي وليس ما في العقد من الإس إي. فهنا قال بالحرف بالنسبة لأن المساعدات الأمريكية تذهب إلى السلاح الروسي وغير ذلك، لكنه لم يستخدم كاتسا لهذا السبب، لهذه الثغرات التي ذكرنا والتي فيها منتهى الدهاء المصري والروسي. أولا لجعل القرار الأمريكي خارج الإطار الزمني، وأنه هو نفسه يعني ليس في 2020، وإن كان فإن المصري سيعيد الطرازين وسيصبح كأن الأمريكي يخبط خبط عشواء لأنه لا يعرف ولا يدقق في مسألة العقوبة. وفي حال أن كانت العقوبة على السخوي 35 إي، فإن السخوي 35 إس إي لن تكون فيها عقوبة. ولذلك فهنا يمكن عدم الوضوح واللعبة المعقدة التي أتقنها الجميع في هذه النقطة، ويكشفها التقرير لمن قرأه بعمق، سيكشف كيف لعب المصريون والروس على حد سواء بالنسبة للسخوي 35، وكيف كان الأمر بالنسبة للتصنيع. والآن الروس يطلعون الرأي العام عن قرارهم بعشر قطع موجهة مباشرة إلى مصر، ومعهما مقلب آخر أن السرب ليس واضحا، لأن هناك عشرة من الـ SA دائما مع السخوي 35 وهناك اثنتان فقط من الـ A، فلا يمكن أن يقال على أنه سرب متكامل. وبالنسبة للأمريكيين يجب أن يكون السرب، آنذاك يمكن تحديد العقوبة. يعني لن يتحرك كاتسا أو قانون كاتسا إلا بالسرب، وفي هذه الحالة سيؤجل المصري جهد الإمكان مثل هذا القرار، لأنه قد يلاعب بالعشر الذي عنده من الـ SA المطابقة للصفقة وما بين السخوي 35A، وهكذا يلاعب أو تلاعب القاهرة بشكل كبير جدا الولايات المتحدة الأمريكية في الهروب من كاتسا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.